اكبر تمثال انا مصر موجود في مصر. ايوه وبرضه يعني الراس الوحيد في الضخمه ده نظر يعني ان هو من الضخامه بتاعتهم ان هو الصرح الثاني. هو كان الصرح الاول في بدايه المعبد بعد ده تم اضافه الصرح الثاني. الصرح الثالث اول We have this piece, not yet. موجودة معانا. شو اسمه؟ ما جبناش. نجيبه.